مع مواصلة حركة طالبان هجماتها في أنحاء متفرقة من أفغانستان، أكد رئيس الأركان الأمريكي الجنرال مارك ميلي أن الحركة اكتسبت زخما استراتيجيا بعد سيطراتها على حوالي نصف المناطق الأفغانية البالغ عددها 400 تقريبا. ولكن حتى الآن لم تستطع طالبان السيطرة على أي من مدن البلاد الرئيسية. من الواضح أن هناك روايات تنتصر فيها طالبان. في الواقع أنهم يروجون لنصر حتمي لصالحهم. طالبان تسيطر على حوالي نصف المناطق الأفغانية وتمارس ضغوطا على مناطق أخرى. وما يحاولون فعله هو عزل المراكز السكانية الرئيسية بما فيها كابل. وسنكتشف مستويات العنف في الفترة القادمة سواء كانت سترتفع أم ستبقى كما هي. من جانبها تعزز أجهزة الأمن الأفغانية قواتها لحماية سكان المدن الرئيسية. ورغم أن القوات الأفغانية تلقت تدريبا وتجهيزات من الولايات المتحدة ويفوق عددهم بأشواط مقاتل طالبان، لكن العدد ليس المعيار المرجح لحسم الحرب. وتواصل طالبان شن عمليات عسكرية واسعة في أنحاء أفغانستان سيطرت خلالها على أراض ومعابر حدودية وطوقت مدنا مع قرب اكتمال انسحاب القوات الأجنبية. ويبقى الهاجس الأكبر هو دخول تركيا على المحور الأفغاني بعد الانسحاب الأمريكي وحلف شمال الأطلسي. وتشير التقارير إلى أن السيطرة على مطار كابل سيقع على عاتق أنقرة على الرغم من تحذير طالبان من ذلك، وأنها ستعتبر تركيا حينئذ دولة معادية ومحتلة للمطار الدولي الأفغاني. وكانت حركة طالبان أعلنت في وقت سابق أنها لن تقاتل في عطلة عيد الأضحى إلا للدفاع عن النفس، لكنها لم تعلن عن وقف رسمي لإطلاق النار.